افتتح طارق رحمي محافظ الغربية المرحلة الأولى من تطوير كورنيش النيل بكفر الزيات. شهدت أعمال التطوير توفير مقاعد واستراحات للمواطنين والأسر والعائلات وزيادة الكهرباء، وذلك من خلال زرع خلايا الطاقة الشمسية إلى جانب إنشاء ممشى به مقاعد على نظام مدرجات الملاعب. الاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين بتأتي على رأس الأولويات اللي بيواجه بها دايما فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خاصة في ظل الجمهورية الجديدة. النهاردة وأنا كمواطن أعيش في هذا البلد اللي هي مدينة كفر الزيات، شايف أن تطوير الكورنيش الحقيقة يعتبر متنفس حقيقي لينا. يعد كورنيش النيل المطل على فرع رشيد بنهر النيل بمدينة كفر الزيات محافظة الغربية متنفس طبيعي لكل أهالي مركز ومدينة كفر الزيات، ويعد تجسيدا لجهود الدولة المصرية وجهود محافظة الغربية في الاهتمام بالكورنيش كأن يكون ليكون متنفس طبيعي للأهالي مجاني من خلال إدخال أعمال تطوير فيه، أعمال تعميل فيه، إتاحة الرؤية البصرية لكل المواطنين مجانا. حصل تطويرات جميلة عندنا في كفر الزيات، كورنيش النيل بقى جميل عظيم، ودلوقتي بعد ما كنا مثلا بنروح نقعدوا في نادي عشان نصرف مبلغ كبير، دلوقتي بنيجي نجيب اولادنا بنقعد على الكورنيش مجانا بدون اي مقابل، وحاجه عظيمه جدا.